معنا على الهاتف من دبي الدكتور سالم حميد رئيس مركز مزماتي للدراسات والبحوث. مساء الخير دكتور. كما تعلم بأن هناك توجهان تقوم بها بعض دول المنطقة في التعامل مع تنظيم الإخوان، الأول يقوم على سياسة الأبواب المفتوحة والدعم المالي والإعلامي الواسع وهي التي تعتمدها قطر، والثاني تقوم على الحصار الأمني والملاحقات. ماذا تقول دكتور حول ذلك؟ يعني من محاسن ما حدث أن الشعب في مجلس التعاون خاصة وعلى مستوى الوطن العربي الآن أدرك مدى خطورة هذا التنظيم الإخواني المتجذر في الوطن العربي. يعني هذا التنظيم ظل على مدى ما يقارب 90 عاما وهو يعمل تحت الظلام، وكان يبني فترة طويلة على مدى عقود، وقد يعني هذه ما يسمى بثورات الربيع العربي أو أنا أطلق عليها الجحيم العربي، يعني فضحت هذا التنظيم الإخواني الذي كان يستغل الدين من أجل تنفيذ أجندات خفية. نعم. فالآن نستطيع أن يرى الشباب العربي عموما مدى دناءة هذا التنظيم ومدى اضمحلاله الفكري والأخلاقي الذي يستغل من الدين كوسيلة من أجل الوصول إلى مآربه. ويعني شاهدنا قبل قليل التقرير الذي عرضتموه عن يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي يعتبر من أشهر المتاجرين في الدين في عصرنا الحديث في الوطن العربي. نعم دكتور سالم، لنقف قليلا عند هذه الشخصية. الدول الأربع اتفقت مؤخرا على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة، من ضمنهم يوسف القرضاوي المطلوب المصري الأول في هذه القائمة. هل تحدثنا عن هذه الشخصية؟ يوسف، هذا الشخص يوسف عبد الله القرضاوي، هذا الشخص سجن عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المسلمين، إذ دخل السجن أول مرة عام 1949، بمعنى أنه دخل السجن في مصر في العهد الملكي، ثم اعتقل 3 مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. نعم. في يناير 1954، ثم في نوفمبر من العام نفسه، ثم في سنة 1963. في سنة 1961 سافر إلى دولة قطر وعمل فيها مديرا للمعهد الديني الثانوي، ولا يزال يقيم في قطر حتى يومنا هذا، حيث اتخذت منه قطر قاعدة لنشر وتعميق حضور الإخوان المسلمين ومشروعهم في منطقة الخليج، ويشرف على برنامج أسبوعي تقدم قناة الجزيرة بعنوان الشريعة والحياة، وهو من أبرز المشاركين في أعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، كما تعرض لنقد اللاذع عندما أفتى بتحليل النبيذ بدرجة معينة من التخمر، وأيضا له مجموعة من الفتاوى عبر الجزيرة عن العلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة. وهذا الرجل يعني انتمى لتنظيم الإخوان منذ وقت مبكر في حياته، وأصبح من قيادات الجماعة المعروفين، بل أن البعض يعتبرونه المنظر الأول للإخوان المسلمين. نعم. ويقول في مذكراته ومذكراته الشخصية أن منصب المرشد عرض علي عدة مرات لكنه رفض، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل الإخوان في قطر إلى أن استعفي من العمل التنظيمي في الإخوان. له عدة مؤلفات، منها كتاب بعنوان الإخوان المسلمون 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد، وعندما تولى الإخوان حكم مصر في عهد مرسي محمد مرسي ابتهج لذلك. يعني ومن المفارقات إنما عندما قامت المظاهرات ضد مبارك كان قد أفتى بمباركة تلك المظاهرات، ولكن عندما تظاهر الشعب ضد مرسي أفتى بعدم جواز التظاهر أمام الحاكم. يعني هو شخص متناقض ومتقلب،
يعني القرضاوي هو كل ما يجيده هو الأداء المسرحي وافتعال التوحد بوهم الزعامة الروحية في مجتمع يدين بالإسلام وعقيدة السامية التي لا زعامة فيها ولا كهنوت. يعني باختصار عن هذا نعم. هذه الشخصية المتقلبة. نعم، من دبي الدكتور سالم حميد، رئيس مركز مزمات للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك.